السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نوريكم يعني كيفاش كنوجد الإناث بالنسبة للتفريخة الثانية، وشنو كنعطيهم يعني واش كنعطيهم فيتامينات، كنعطيهم مهيجات عاوتاني أو مور بحال هكا. وغادي نوريكم شنو كنعطي الإناث اللي عندي باش كنوجدهم يعني التفريخة الثانية. هاد الفيديو هادي يلاه كنوعد تهدر الوليدات، يلاه فطمتم محنوه مسكينه في الوجه ديالها في المناقر ديالها مرتوكال. المهم مكنتش كنعاونها بزاف. المهم كيفاش غادي نردو لها لافورم ديالها باش تعاود يعني ان شاء الله تخدم الكرش الثانية. امور بسيطة الاخوان، الله تشوفو معايا الباطي، الباطي معاها شوية ديال زرعة الشوك، هاهي شاردو ماري، وغندير لها واحد شوية ديال الخميرة ديال البيرة، واحد القطر ديال الخميرة ديال البيرة تقريبا واحد الدقة. هاد البيرة راه فيها بروتينات، فيها بزاف ديال يعني المنافع، تقريبا هاد الكم هذا تخلط مزيان. دونك هادي هي الباطي اللي كندير، الباطي هادي هي اللي ساردة شوية، كنزيد عليها شوية ديال البودر ديال الشوك ديال زريات ديال شاردو ماري باش كتزيد النجوى، كتزيد فيها المناعة وكتقاد ليها الكبد ديالها والمصارم ديالها وذوك الأمور. وكنعطيها الخميرة ديال البيرة اللي عارفين حنا فيها البروتينات بزاف، وكتخلي الأنجة شادة في لافورم ديالها وكتبقى صحيحة الحمد لله، يعني باش تقدر تبيض لنا يعني البطن الثاني بدون مشاكل. زايد على هاد الشيء الكالسيوم الاخوان، الكالسيوم عطيوها الكالسيوم في الماء باش يعني تريكيبيري عاوتاني تجمع الكالسيوم اللي خاصها. غنحط لها داسي ديالها لا ما يزالون، غنعطيها هاد يعني الكالسيوم اللي وريتكم من قبل، وهاد الباطي ها هو هاد الباطي اللي وريتكم، والميلونج ديالها اللي عادي هو هذا، ميلونج خفيف كما كيبان لكم. ويعني ندوش ليها في اي يعني فرصه كانت يعني كتلقى ليا مشمشه ندوش ليها. دونك تبان لكم الانثى جايه يعني باغا توجد الكرش الثانية في ساعة. انا صراحة شنو كندير، ما كنلاقيش ليها العشاش في ساعة، ما كنلاقيش ليها يعني العشاش دقة واحدة. كاين اللي يعني كيتبعهم العش الاول يخليه كتبان لك الانثى كتجمع في العش الثاني وهي مع الولاد باقي عندها الولاد. انا كنبغيها ترتاح شوية تريكيبيري شوية، هذا نوجدها العش الثاني وغادا بحال هكا. باش حتى الاناث ما كيتها يعني ما كيكونش واحد الارهاق اللي شديد، يعني ما كنكونش خدمتهم صحة، يعني ما كنكونش محنتهم بزاف في البرودكسيون. دونك هادو هما الامور الاخوه اللي كنعطي هاد البودر ديال لو جور دو بيير، خميره ديال البيره، شاردو ماري الطحونه، الباتي نخلط الامور كامله، وكنعطيها يعني الكالسيوم الماء. يعني كنتبع لهاد السيستم واحد 5 ايام 6 ايام، وكن يعني كتبات لي انت يعني باغا تجمع عاوتاني العش، كنعطيها تجمع العش وان شاء الله كتخدم عاوتاني البطن تاعي. دونك هاكا الاخوان كيفاش كنوجد الاناث عندي، يعني ما كاينش علاش غادي نعطي المهيجات من عاوتاني من القطرة، ما كاينش علاش ديجا كنت يعني واجدة دونك باغا تخدم يعني محدة يعني عشات يعني وفرخات التفريخة الاولى، انت مازال باغا تخدم. دونك هادو هما الامور الاخوان، ما نفونسيوش عليهم، ما نزربوهمش بزاف، نعطيها واحد القطره ديال الراحه، يعني ما نعطيوهاش داك الشيء مرادف، نخليوه في متر كيكيري. وهذا المكان الاخر. دونك حتى هنا يعني كما قلت واحد النقطه مهمه هي ما غنبقاش نعطيها فيرتيبيت في هذه اللحظه، ولا غنعطيها فيتامين او ولا شي حاجه، ما كاينش ليش الذكور تقدر ملي تعزلهم على الانثى تعطيهم، تبقى تعطيهم فيتامين او وسميتو وفيرتيفيت باش يبقاو شادين مزيان وعمروا لك البيض مزيان. اما الاناث دابا شنو كيبغيو، كيبغيو يبقاو شادين الفورما ديالهم صحاح وفيه واحد شويه ديال الشحمه وصدرو معامر، دونك باش كيخدموا مزيان. دونك لا داعي تبقى تعطيهم المهيجات، جوست تعطيهم الامور اللي غادي يخليوهم اون فور شادين براسهم. اخوان هذا ما كاين، اعانكم الله.